ثابت، ثم برشا قراءات. بالنسبة لتسمية تونس ترجع راي الأب بالتاريخ هيرودوت، تينيز. تينيز هو الممر الرملي اللي مبين بحرين، بين محيطين منه. التسمية هذيك تسحبت تينيز، تينيز تسمية هيرودوت. هذه الرواية. الرواية الثانية يقولوا التنس، اللي هي تسمية أمازيغي، معناها ترجع للبوني الجديد نيوبينيك، اللي هي المزيج ما بين الفينيقيين السكان الأصليين اللوبيو، خرجت الثقافة النوميدي ولا نيوبينيك، وهي الموجودة على النقايش. الكتاب هذيك هي الموجودة على النقايش، ومن غادي جت تسمية تونس تنس، يقول لك هي مفتاح إفريقي. ثلاثة راهو تسمية الأصل الأمازيغ هذوما، ثم ثلاثة روايات موجودة معنا في الكتب. ابن خلدون يقول الأمازيغ راهو جاءوا برا من اليمن فأصبحوا بربرا. الرواية الثانية تقول البربر هذوما أصلهم جو مع هرقل، مع حملة هرقل، وهذه تفسير استعملوه الأوروبيين لتبرير وجودهم في شمال إفريقيا في الاستعمار. مع هرقل وجاءوا بممر جبل طارق اللي فصلوا هرقل بقوته بالطبيعة الخارقة. الرواية الثالثة اللي هي أنا شخصيا نتبناها أكثر، اللي هم ناس موجودين في الأصل في البلاصة هذه، كما هم العرب موجودين في الجزيرة العربية، كما الأوروبيين موجودين في شمال، لكن هذه مؤرخين ما زالت دراسات ما زالت غير مفقودة، ما زال مثل ما شاء محاولات صحيحة مؤرخة. باش تعرف أستاذ يعني عادة كل شيء مرتبط بالعرق، معناها العرق البشري، فما مثلا اللي جاو اللي من الجزيرة العربية أو من اليمن لهم خصوصيات فيزيونومية، وبقية الأعراق بشكل عام أيضا يقول لك هنالك من سكن الجبال هذوكم اللي جاوا من البلدان الاسكندنافية، واللي سكنوا السهول هم اللي جاوا من اليمن. لا احنا لا، معناها الرواية الثالثة هذه تبنوها المؤرخين التونسيين والمغاربة، حصل المغرب الأقصى بنوا، اللي هم احنا أصلنا أمازيغ، عنصر خاص بنا، عرق خاص، هم أمازيغ، هم الرجال الأحرار، هم الرجال شديدي البياض، تسميات معناها تفاسير مختلفة، هم مستقرين هنا والآثار موجودة، معناها ما قبل التاريخ نجموا نرجعوا ما قبل التاريخ، موجودة في مغارات في الجزائر، رسوم على الحجارة وغيرها، معناها وجودنا قديم ياسر في البلاصة. شيء في تونس شنو؟ ممكن أستاذ التاريخ يجاوب الحضارة القبصية. من أول حضارات. الحضارة القبصية والحضارة العاتيرية موجودة والحضارة الوهرانية موجودين الحضارات، لكن الإشكال وين اللي البربر الأمازيغ هذوما ما خلفوناش آثار مكتوبة. ربما تمتمصها من قبل الرومان، من قبل الفينيقيين، من قبل العرب من بعد، لكن ما عندناش اثار معناها فينيقيه، ما نقولوا احنا بربريه امازيغيه تثبت لهذوما صنعوا التاريخ. لكن ما يحسب للامازيغ انهم يتقبلون الحضاره. المنطقه هذه راهو المستقر اللي يقعد فيه جماعه لمده شهرين ولا ثلاثه، باقي الايام يعدوها في نشاطهم الفلاح. انا عثرت على كتاب في 9 ابريل في المناطق هذه الكل، كلها اثار رومانيه، تفتشنا، محسن، وهايله، اجدل، كلها مذكوره اثار رومانيه. والاثار الرومانيه احنا كي نرجعوا لتكفاريناس، تكفاريناس قاوم كي وصلوا الرومان المنطقه معناها المنطقه الصحراويه، الرومان عكس الفينيقيين اللي استقروا على السواحل، الرومان حبوا يدخلوا لداخل، فصارت صدامات لهنا. ممكن يكون على الحصون هذه دي كاستيلو. اليوم مثلا قراسة أحمد مشارك نعرفه بتتبع قراسة لونوماستيكا، علم الإسامة هذية نعرفه بالكده، الاسم الأولاني بتاع زناتة نعرفه لي زناتة اسم أمازيغي، ولكن صارت صارت ديفورماسيون معناها زناتة وصنهاجة ومصمودة ولا جمع، ما عندناش فيهم مشكلة، هذوك أمازيغ أمازيغ، أما صنهاجة الليثام وصنهاجة الفرسان متفاهمين فيهم. الإشكال في القبائل اللي خرجت في القرن 17، نحكوا على الماجر وفراشيش وجلاس وقبائل بنو هلال اللي جات عاد نقطه يلزمنا فصل بالنسبه للقبائل. لا بالنسبه للقبائل بنو هلال عندنا لانهم يوصلوا فتره متاخره في فتره نتاع التدوين معناه 11 12 سيكل، راه التمازج حاصل. راه اليوم في تونس عندنا سواء قبائل عربيه متمزقه بالعادات حتى لو كانها ما تتكلمش، ولا قبائل امازيغيه متعاربه باللسان، هذا ش عندنا؟ تونس كلهم ياكلوا في كسكسي. راه